السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على القناة. إن شاء الله فيديو النهاردة، الفيديو ده خفيف جدا وبسيط ومش هياخد معاك وقت، بس هتطلع منه بمعلومة جميلة جدا وبسيطة هتفيدك في تعديل الصور المشوشة وذات الجودة الضعيفة. برنامج مجاني وشغال بالذكاء الاصطناعي، فتابع الفيديو وما تحاولش تقدم عشان تستفاد، ممكن يعديك اي حاجة من الفيديو، فما تقدمش الفيديو خالص وخليك معايا للاخر. ان شاء الله برنامجنا النهاردة برنامج ريمني، برنامج جميل جدا وبسيط وزي ما قلت لحضراتكم شغال بالذكاء الاصطناعي ومجاني، مش هتدفع حاجة خالص، هي ضغطة زر وهتشوف الفرق في تعديل الصورة المشوشة والضعيفة. يعني لو صورتك جودتها ضعيفة هتشوف فرق كبير جدا كأنك مصورها من أفضل الكاميرات. فأول حاجة ياريت لو ما اشتركتش في القناة ياريت تشرفني بالاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من المشاهدين ويستفادوا. ويلا بينا نشوف مع بعض طريقة العمل على البرنامج. طبعا شرحنا على البرنامج ريلمي اللي هو قدام حضراتكم اهو، واضح البرنامج. والبرنامج ده طبعا نقدر نحمله من على متجر جوجل بلاي للاندرويد ومتوفر ايضا للايفون. بنفتح البرنامج، بيفتح معانا بالشكل اللي قدام حضراتكم. بنضغط هنا على خط فوق وبنشوف الصورة، اعلانات بتواجهنا طبعا، بس ده البرنامج بيستفاد منها، واحنا طبعا بنستفاد ان احنا بناخد جودة صورة عالية. بنشوف الصورة اللي احنا عايزين نعدلها، فهشوف صورة زي دي كده بنضغط عليها، وبعدين بنضغط في المربع الاسود قدام حضراتكم اللي تحت، طبعا ده مدفوع، بنضغط هنا وهيجي لنا اعلان. بننتظر الاعلان يخلص، وطبعا زي ما قلت لحضراتكم البرنامج بيستفاد من الاعلانات وزيه زي اليوتيوب والمواقع الاخرى. فننتظر بس 7 ثواني، وبرنامج جميل جدا وزي ما قلت لحضراتكم هو شغال بالذكاء الاصطناعي. بنخرج وننتظر، ضغطة زر واحدة بس وهتشوف فرق كبير في الصورة زي ما واضح قدام حضراتكم. بنسحب الصورة كده قبل، شوفها عاملة ازاي، وشوفوا بعد ما اتعالجت بالبرنامج، خرافية والله العظيم، حاجة مذهلة فعلا. شايفين فرق شاسع. طيب احنا وقفنا كده على الصورة بعد ما زبطناها، بنحفظها فين بقى؟ بنحفظها، شايفين السهم اللي فوق، بنضغط عليه وعلى المربع الاسود سيف حفظ، بنحفظ الصورة. هيجي لنا اعلان، ننتظر ما نخرجش من الاعلان عشان ده حاجة اجبارية كده في البرنامج. بس برنامج سهل جدا وبسيط جدا جدا جدا، وبيرفع جودة الصورة لدرجة عالية، يعني حاجة خرافية والله العظيم، حاجة فوق الممتازة. وانت طبعا هتشوف الفرق لما تشتغل على البرنامج. بنخرج وننتظر، وبكده جالنا الاشعار ان الصورة خلاص بقت موجودة عندنا في مدير الملفات او على الجهاز. بنخرج ونشوف مع بعض صورة تانية، نخرج من هنا وعندنا نشوف مثلا صورة تانية، نجيب الصورة دي كده نضغط عليها، اي صورة انت عايزها بتضغط عليها، وعلى المربع الاسود هنا
تضغط هيجي لك اعلان، بتستنى لما الاعلان يخلص، وهو في الوقت الحالي دلوقتي بيعالج الصورة. برنامج جميل، ياريت لو عجبك الشرح والفيديو والمحتوى تشرفني بالاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو، ونشوف مع بعض. خلص الاعلان اهو، ونرجع وعلامة اكس، وزي ما واضح قدام حضراتكم شوف ادي قبل وادي بعد، شوف الصورة حاجة فوق الممتازة والله. شوف الصورة عاملة ازاي، وشوف بعد، روعة. طبعا لو صورتك قديمة طبعا بيعدل الالوان فيها ويزبطها، وكفاءة فوق الممتازة والله العظيم. برنامج فوق الممتاز، ويستحق ان انت تنزله على الهاتف بتاع حضرتك وتزبط عليه. حتى لو صورت الصورة عادي ما فيش مشكلة وجودتها حلوة، هو بيرفعها، لان زي ما واضح قدام حضرتك الصورة، يعني لو سحبنا تاني كده، شايف الصورة جودتها مش وحش، جودة الصورة مش وحش. بس شوف بقى الفرق لما بتدخل الصورة في البرنامج وبيعدل عليها، شغل عالي بصراحة. في فرق جامد جدا في الصورة، حتى لو كانت الصورة جودتها كويسة ومتوسطة، هو بيعالج الصورة بطريقة روعة، ويستحق ان يكون معاك على الهاتف. بتحفظ الصورة طبعا زي ما قلت لحضرتك من هنا، وبتضغط حفظ، هيجي لنا اعلان، وهكذا طبعا لباقي الصور. لو عندك اكثر من صورة ممكن تعالج الصورة بالطريقة اللي قلت لحضرتك عليها. وعشان ما اطولش على حضراتكم بقى، بعد الاعلان ما يخلص اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو رجاء. يعني بنخرج، وابتدأ تكون الصورة اتحفظت عندنا على الهاتف. زي ما شفنا الشرح البرنامج، فبرنامج جميل جدا وبسيط، ويا رب يكون عجبكم واستفدتم من البرنامج ومن فيديو اليوم. برنامج جميل وخرافي وبسيط ومجاني وكل حاجة فيه كويسة، فيا رب يكون عجبكم الفيديو. بشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.